أعزائي مشاهدي بوابة الوفد الإلكترونية، أهلا بحضراتكم ورمضان كريم. معاكم محمد مصطفى، ويسعدني وشرفني إن أنا أقدم لحضراتكم الحلقة الثانية من أغرب الجرائم العالمية. قصتنا النهاردة عن واقعة مثيرة شغلت اهتمام الرأي العام الأمريكي خلال الأيام الماضية، وده لما تسبب كشكول واجب في مادة الرياضيات في إسقاط ما يمكن تسميته جاني جريمة السطو على منزل الأسرياء. قصتنا كانت يوم 25 مارس الماضي في ولاية نيفادا الأمريكية، تحديدا في مدينة لاس فيغاس، وده لما تفاجأت الضحية ناتالي ماندولي، كانت تبلغ من عمر 24 عاما، باقتحام منزلها من قبل مسلحين. وفقا للشرطة الأمريكية فإن الاقتحام كان بتنفيذ وتدبير ثلاثة رجال وسيدة. كأي جريمة سطو مسلح، كان المال هو الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي للجريمة. وبالفعل وفقا لتقارير أمريكية، فإن المسلحين لما دخلوا المنزل طلبوا من الموجودين فيه، وكانت الضحية ناتالي بالإضافة إلى سيدة أخرى، المال الموجود بحوزتهم. حاولت ناتالي إنها تدافع عن نفسها، استخدمت سلاحها الناري في محاولة صد العدوان، لكن للأسف الأمر تطور إلى معركة بالأسلحة النارية أودى إلى مصرع الفتاة ناتالي في مقتبل عمرها. وفق تقارير أمريكية ووفق الشرطة الأمريكية، فإن اختيار المنزل لم يكن عفويا ولم يكن عشوائيا. من نفذ الجريمة يعلم يقينا هوية المنزل وهوية قاطنيه. أكدت المعلومات إن المنزل كان يقطن فيه أحد الشباب المعروفين ببيع المجوهرات الثمينة عبر إنستجرام، وده اللي يفسر ليهم هم اختاروا المنزل ده. التطور الدرامي في الواقعة كان ان الشاب صاحب التجارة الرائجة لم يكن موجودا في مسرح الجريمة وقت الحادث، لكنه كان في الوقت المناسب لما رجع، لانه هو قدر ان هو يطارد سيارة الجناء بعربيته الخاصة، وقدر ان هو ينجح في ايقافهم عن طريق صدم الجزء الخلفي من سيارتهم، الامر اللي ادى الى اصطدام السيارة بجدار وتوقفها. فرت العصابة هاربة، مترجلين خافوا على نفسهم وحاولوا إطلاق النار على سيارة الشاب وعلى الشاب دون أن يصيبوه بأي أذى. توقف سيارة الجناة كان سبب في الإيقاع ببطل قصة النهاردة. وفق الشرطة، فإن الشرطة عينت سيارة الجناة وعثرت على مبلغ مالي قيمته 5000 دولار، كان حصيلة الجريمة، بالإضافة إلى حقيبة مدرسية احتوت على جهاز كروم بوك، بالإضافة إلى نوت بوك مفكرة لحل واجبات مادة الرياضيات. المثير في الأمر أن كشكول الواجب كان مدون عليه اسم طالب في المرحلة الثانوية يدعى كاميري أوليفر، يبلغ من العمر 18 عاما. كاميري بسبب سوء تدبيره أصبح هو المشتبه الأول والرئيسي في الواقعة، واللي عزز الاتهام ما أكدته المدرسة للشرطة إن أوليفر تغيب وقت حدوث الجريمة عن المدرسة دون أي سبب ودون أي عذر. وما عزز من الاتهام أيضا ما أكدته الشرطة إن كاميرات المراقبة التقطت كاميري وهو بيتخلص من سلاح الجريمة في إحدى النقاط المحيطة بمسرح الجريمة. المثير في الامر ايضا ان الشرطه لما جت استجوبت اوليفر كاميري اوليفر الذي يبلغ عمره 18 عاما، لاحظت وجود اثار جروح في راسه، ولما سالته عن سبب الجروح دي اكد لها ان هو كان في شجار في احدى الحفلات هو الامر الذي تسبب في اصابته. ولما جت الشرطه وجهته بكون هو متهم في جريمه القتل، تمسك بحضور محامي. ينتظر المجتمع الأمريكي حاليا تطورات تتبع الجناة، زي ما أشرنا إن هو لم يكن هو الوحيد في العصابة المسلحة التي قامت ودبرت ونفذت جريمة السطو المسلح. وبالتأكيد سيكون المجتمع متابعا للتطورات المحاكمة اللي بدأت بالفعل للشاب أوليفر. وشكرا حضرتك.